تنضم إلينا من جنوب غزة منى عوك المراسلة القاهرة الإخبارية. منى مرحبا. إذن يتجدد القصف بشكل عنيف على مناطق جنوب قطاع غزة وتحديدا خان يونس ورفح، ما هي تفاصيل آخر خريطة الانتهاكات الإسرائيلية والغارات الإسرائيلية على تلك المناطق؟ تحياتي لك وتحياتي لجميع المشاهدين. ربما أخطر ما في المشهد هو أن هذه الاستهدافات تقترب وتتركز في مناطق وسط مدينة خان يونس، هذه المناطق المكتظة بالسكان والتي تحتوي على عدد من المراكز الحيوية، فيها عدد من مدارس الإيواء وفيها أيضا يعني ربما أكبر مراكز الإيواء التي كانت قد فتحتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين. خطورة الاستهدافات الآن هو باقترابها من هذه الأماكن. عمليا الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية كان يركز استهدافاته أيضا في محيط مستشفى الهلال، جمعية الهلال الأحمر في حي الأمل، في محيط هذا الحي بالإضافة إلى محيط مستشفى ناصر وما يعرف منطقة الكتيبة. هذه المناطق وغيرها في منطقة خان يونس تتعرض لاستهدافات عنيفة وأحزمة نارية، فيما على ما يبدو أنه استعداد وتمهيد لدخول بري أو حتى عمليات إنزال يحاول الاحتلال الإسرائيلي القيام بها خلال هذه المرحلة من الاجتياح. عمليا هذا إلى جانب أن المناطق الشرقية ما زالت تشهد اشتباكات عنيفة واستهدافات عنيفة جدا وفقا ل يعني تصريحات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى تصريحات الفصائل الفلسطينية، هذا بالإضافة إلى ما يمكننا سماعه من استهدافات وقصف لا يتوقف عمليا في هذه المناطق. هذه المناطق وربما الاشتباكات تتركز في كل من بني سهيلة وفي القرارة وفي أيضا عبسان الصغيرة وعبسان الجديدة. أيضا هذه المناطق تشهد عمليا اجتياح بري اجتاز عدد من هذه القرى وبدأ يعني يصبح أكثر ربما اقترابا من مركز مدينة خان يونس، وهذا الأمر شديد الخطورة. ربما المشاهد التي كنا نراها في خلال الفترات الماضية في منطقة خان يونس، هذه المشاهد التي كانت يعني تعبر عن ازدحام شديد جراء نزوح عدد كبير من المواطنين إلى منطقة خان يونس ورفح بطبيعة الحال، الآن اختلفت الصورة تماما، حيث أن منطقة خان يونس أيضا بدأت تخلو من السكان، فيما يتوجه معظم السكان إلى مناطق جنوب قطاع غزة تحديدا في منطقة رفح. في منطقة رفح الوضع الشديد الخطورة كارثي إلى حد بعيد، حيث يركز أيضا الاحتلال الإسرائيلي ضرباته في منطقة الشبورة وحي يبنى. أيضا هذه الضربات شبه متواصلة، نسمع عن المزيد من الاستهدافات لمنازل المواطنين في هذه المنطقة التي من المفترض بأنها آمنة. عمليا السكان الآن لا يجدون أماكن يذهبون إليها في هذه المناطق، وأصبحت كل شوارع منطقة رفح هي عبارة عن مكان لمن يتمكن بوضع خيمته فيها، المساجد ممتلئة عن بكرة أبيها بالإضافة إلى المستشفيات، وإن كانت قليلة العدد وإن كانت أيضا صغيرة المساحة إلى أنها أيضا ممتلئة بشكل كبير جدا. الحديث عن مراحل متقدمة من ربما الاجتياح البري في منطقة خان يونس، ولكن مراحل متقدمة وخطيرة. فيما يتعلق بمناطق الوسط أيضا ما زالت دير البلح والنصيرات تتعرضان لاستهدافات عنيفة تجاه منازل المواطنين. هذه الاستهدافات عمليا تتركز في وسط دير البلح والنصيرات باستخدام البوارج الحربية الإسرائيلية المتمركزة على طول الساحل قبالة دير البلح، بالإضافة إلى الدبابات والآليات العسكرية التي بدأت تتوسط وتقترب من مفترق دير البلح مع خان يونس، والتي تحاول أن تسيطر على الطريق الواصل ما بين وسط قطاع غزة وبين مناطق الجنوب بمعنى خان يونس ورفح. أما في مناطق الشمال عمليا ربما هناك المشهد الأخطر الذي يتوارد ويتوالى الأنباء من هناك من قبل صحفيين وما يمكن أن نصل إليه من معلومات، حيث أن هذه المنطقة ما زالت تشهد تقدما من قبل آليات العسكرية البرية داخل وسط منطقة جباليا. هذه الآليات أيضا تتمركز في عدد من المناطق التي تحوي مراكز لإيواء النازحين. عمليا الآن نحن نتحدث عن عدد من المدارس ما لا يقل عن 4 إلى 5 مدارس تأوي ما لا يقل عن 300
نازح في كل واحدة منها يتم محاصرتها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأثناء، بالإضافة إلى الاعتقالات التي يعني يعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذها، حيث يقوم بإخراج معظم الرجال من هذه المدارس من النازحين بطبيعة الحال، ويقوم بتوجيه أمر لهم بضرورة نزع ملابسهم وتفتيشهم بشكل كامل وإبقائهم في العراء لساعات طويلة ثم التحقيق معهم. عمليا أيضا في ظل هذه الخطوات ربما إلى جانب الاجتياح البري، هناك استهدافات ما زالت تطال عدد من المناطق التي لم يصلها بعد جيش الاحتلال الإسرائيلي. كل مناطق قطاع غزة الآن تتعرض، وتحديدا في منطقة جباليا ربما تتعرض ل قنابل دخانية وقنابل فسفور، الحديث عن أن المنطقة أصبحت يعني ربما من الصعب رؤية أي مشهد فيها جراء كثافة القنابل الدخانية التي تطلق من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا يعني الاستهدافات الإسرائيلية والاجتياح ما زال يطال وسط مدينة غزة. نعم. قبل لحظات من الآن كان قد وصلنا أخبار عن أن الاحتلال الإسرائيلي الآن يقوم بمحاصرة مدرسة العائلة المقدسة وسط مدينة غزة، ويقوم بإخراج من فيها يعني بالإضافة إلى توجيه أوامر بضرورة خلع ملابسهم وتفتيشهم بشكل كامل واعتقال عدد كبير من المواطنين. دعيني أشير إلى أن هناك عدد كبير من المواطنين الذين تم اعتقالهم إن كان في مناطق الشمال أو حتى في مناطق وسط وشرق شرق منطقة غزة، مدينة غزة تحديدا منطقة الشجاعية، والمشاهد التي تتوارد من وتتوالى من هناك هي مشاهد شديدة الإيلام تتعلق باعتقالات وتفتيش واعتقالات، بالإضافة إلى إعدامات ميدانية في وسط الشوارع وأمام وعلى مرأى من النساء والأطفال. أشكرك من جنوب قطاع غزة منى عوكل المراسلة القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا لك.